طيب انا مثلا اشتبهت او مثلا تطبيق امان اعطاني اني مخالط، او مثلا كان واحد بمدرستي واحد بالعمل عندي صار معه كورونا وانا حبيت اطمئن، شو الخطوة الصحيحة الان؟ تعرفوا انتم في مختبرات معتمدة مختبرات مش معتمدة، كيف اتواصل مع المختبر؟ طب هل لازم انا اروح ولا المختبر بيجيني؟ النتيجة قديش بدها وقت لما تطلع؟ مدة الفحص نفسه، هل الفحص مؤلم؟ هاي الأسئلة صار لابد إن نعرفها والناس كلها عم تسألها، وزي ما قلت الشعب الأردني ما بيشعر بالخطر بالحامي إلا لما يحس فيه. واحد بيشتبه وبعط له طبق أمان أنك أنت خلطت، طيب قديش مدة الفحص؟ وين أروح؟ مع مين أتصل؟ هل لازم أروح؟ برجع بسأل نفس الأسئلة. خلونا نحن نجاوب على كل هاي الأسئلة بشكل مباشر عشان لا قدر الله إذا اضطريت تعمل فحص تكون عارف. الدكتور محمد عبد الله هو أخصائي طب المختبرات السريري والأحياء الدقيقة والمناعة من مختبرات ميجا لاب. ينضم إلينا الدكتور محمد. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. حياكم الله دكتور. الله يعطيكم الصحة والعافية. أستاذ المستمعين. طبعا جهودكم مباركة ومشكورة دكتور، يعني إحنا بنعرف الجهد اللي عم تبذلوه الآن واللي بذلتوه خلال الأيام والأسابيع الماضية. الله يعطيكم الصحة والعافية يا دكتور. الله يعطيك يا رب، هذا واجبنا. دكتور محمد، الإجراء الصحيح للتواصل مع المختبر في حال الشك بإصابة كورونا، بمعنى أنا الآن تطبيق أمان أرسل لشخص مثلا أنه أنت خلطت بشكل كبير، أو مثلا زميلي بالعمل صار معه كورونا اضطر عطل فأنا اشتبهت الآن، الدكتور بيهيك بشكل مباشر وسهل وسلس، شو المفروض أتصرف أنا كمواطن الآن؟ وأنا طبعا قررت أني ما أحكي مع الصحة، قررت أني أروح أفحص مختبر خاص إحنا بنحكي. أوكي طبعا، بداية صباح الخير. صباح الورد. كبداية احنا بنعيش حاليا انتشار مجتمعي للوباء للأسف زي ما احنا عارفين، والحالات ازدادت، فبالتالي انه الطلب على فحص الكورونا راح يزداد بهدف التشخيص، او حدا مثلا مخالط زي ما انت حضرتك تفضلت وعطاء الارم تطبيق امان. تمام. القطاع الخاص هو طبعا رديف بالمنظومة الصحية لوزارة الصحة للخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية، فمن زيادة الطلب على الفحوصات الكورونا أدى إلى أنه نعمل بروتوكولات معينة إحنا كقطاع خاص لتنظيم عملية فحص المواطنين أو الأشخاص اللي بدهم يعملوا فحص بالقطاع الخاص. ممتاز. أول إشي أنه استحدثنا رقم خاص في المختبر، يعني أنا بأخذ مثال ميجا لاب المجموعة اللي أنا بخدم فيها، استحدثنا رقم خاص أو خط ساخن. تمام. هذا الخط الساخن فقط مخصص ل اجراء فحص كورونا. اجراء فحص كويس. يعني دكتور انا اذا اشتبهت بدي اتصل على هذا الخط مبدئيا. نعم كويس. راح يجاوبه فيكون فريق عمل او موظف مدرب للاجابه والتعامل على كافه الاستفسارات المتعلقه بالفحص. دكتور انت عم تحكي عن مختبرات ميجا لاب، بس هل كل المختبرات عملت نفس الشيء ولا بس؟ نعم معظم اللي بنشوفه احنا اعلانات، معظم المختبرات عامله هاي الخط الساخن وحاطه موظف على الريسبشن او خلينا نحكي مخصوص عشان يرد على الناس، مخصوص عشان يجاوب على هاي الاستفسارات. ممتاز. اوكي طيب. طبعا اي شخص او اي مؤسسه ممكن يتصل على هذا الرقم، وبالتالي بقوم الموظف بأخذ معلومات عامة أو معلومات سريرية عن المريض. طيب كويس. طبعا هاي اسمح لي قبل ما نوصل لهاي المرحلة دكتور، بداية هل كل المختبرات الخاصة في الأردن معتمدة من قبل وزارة الصحة؟ طبعا لا. هاي معلومة مهمة بالنسبة للناس. نعم، يوجد على موقع وزارة الصحة قائمة بالمختبرات المعتمدة لعمل فحص كوفيد 19، سواء مختبرات خاصة أو المختبرات التابعة للمستشفيات الخاصة. تمام. بإمكان أي مواطن يدخل على موقع وزارة الصحة ويشوف شو القائمة وشو المختبرات المعتمدة لإجراء. طيب. الفحص. كويس دكتور، عشان إحنا نمشي خطوة خطوة. إذا بدخل أنا على موقع وزارة الصحة بشوف شو المختبرات المعتمدة، بتصل في مختبر على الرقم الساخن أو الرقم الخاص لكل المختبرات أو أغلبها أو على الأقل للمختبرات المعتمدة عشان كوفيد 19 عملته، بتصل قاله أنا بدي أعمل فحص، شو الإجراء اللي بتم؟ هل أنا لازم آجي ولا المختبر بيجيني ولا كيف الترتيب دكتور؟ طبعا البروسس بتكون كالتالي، اول شيء صار عندنا عمليه اتصال، طبعا الاتصال ممكن يكون من شخص بده يشيك على حاله، شخص عنده اعراض، شخص مخالط، او مؤسسه ممكن بدها تشيك على موظفينها. افرادها موظفينها. اوكي هون بقوم الموظف باخذ معلومات عامه او ومعلومات سريريه عن المريض، على سبيل المثال هل عنده امراض مزمنه، هل هو مخالط، هل عنده اعراض، رجع من السفر، شو الدوله اللي رجع منها. كويس. اوكي بعد هيك لما يتجمع عندنا قائمة بعدد أشخاص أو مواطنين بدهم يعملوا الفحص، في عندنا فرق تحت منزلي وجه لهم لأخذ عينات. خلال كم دكتور؟ في ناس بقول لك القائمة قد بتقعد 4 أيام ولا ساعتين، يعني شو الوضع؟
ولا ثاني انا يوم؟ بحكي لك بالمؤسسه اللي انا بشتغل آه. فيها احنا يوميا اكثر من جوله لا تقل عن 5-6 جولات فرق السحب المنزلي توجه للقوائم اللي خلينا نحكي موظف الكول سنتر بيجهزها. أيوة طبعا فرق السحب المنزلي هاي بتكون مهيئه مهنيا وعلميا بكل شيء يتعلق بالتعامل مع العينات ونقلها، مثلا كيف تهيئه المريض قبل اخذ العينه، كيف التكنيك باخذ العينه، كيف انا احفظ العينه، كيف انقلها ارجعها للمختبر، واهم من كل هاي الامور اجراءات السلامه المتبعه. طيب والفحص نفسه دكتور اذا سمحت لي، اجراءات السلامه المتبعه اللي بدك تحكي انه اجراءات ممتازه والدكاتره مدربين، الفحص نفسه في ناس بتخاف منه، هل هو سريع مؤلم؟ يعني قديش باخذ وقت الفحص؟ صدقا الفحص يعني طريقه اخذ العينه هي مزعجه نوعا ما، لانك انت بتاخذ من اللي خلينا نحكي من البلعوم الانفي او من البلعوم الفموي، فبالتالي انت بدك تدخل سواب انف المريض حتى توصل لهي المنطقه. اوكي، مش بس هيك، انك انت بدك تأخذ خلال 10 ثواني تأخذ عينة، فتأخذ من الخلايا الموجودة أو المبطنة بالبلعوم. فبعض الناس الأمور عندها يعني عادي طبيعية، وبعض الناس بتتحسس وتصير يعني شوي مزعج يعني أول دقيقتين، بس بالأخير الهدف أسمى من موضوع يعني. طيب كويس يا دكتور، معلش نرجع من أول. أنا إذا اشتبهت بتصل في المختبر على الخط الساخن، طبعا قبل هيك بدي أكون داخل على موقع وزارة الصحة وأشوف شو المختبرات المعتمدة. بعدين الفرق الميدانية احنا بنحكي مثلا مختبرات ميجالاب توصلني على البيت، باخذ الفحص مني وبعدين برد اكيد بتصل بنفس الرقم عشان اتاكد من النتيجة، مش هيك دكتور؟ هسا احنا بالغالب اوكي بناخذ النتيجة على التليفون، بس احنا بنفضل انه النتيجة تبعث يا الايميل يا الواتساب. كويس، يعني توصلني رسالة على الواتساب. طيب في حالة كانت دكتور النتيجة ايجابية وطلع عندي كورونا، شو المفروض يصير؟ هون السؤال. هو شغلتين لازم يصير مهمات وبأسرع وقت. أول شيء قبل هذا الحكي أي نتيجة إيجابية تنص فيه تكونفيرم، يعني لازم نأكدها. أوكي، فبعد ما تتأكد وخلص أنا لا لازم نأكدها كيف؟ من خلال فحص ثاني يعني ولا كيف؟ نعيد الفحص. نعم، النتائج الإيجابية تعاد الفحص، لازم تتأكد. هذا بنعاد الفحص حساب المريض ولا حساب المختبر؟ لا 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 طبعا على حساب، يعني تأكد إنه نفس اليوم على حسابنا تعاد. أنتوا حساب المختبر يعني تعيد على نفس العينة من ما فيها مرة ثانية. يا سلام، لازم نعيدها. هذا البروتوكول عند كل المختبرات دكتور؟ نعم لا احنا عندنا، انا غير مختبرات ما بعرف والله شو بسوي، بس طيب. مجموعة ميجالاب اي عينة بوزيتيف بي كونفير، يعني نكتب عندها بالنتيجه انها كونفير بالاحمر. كويس، بعدين الموضوع اوكي. بعد هيك جهتين بنتصل عليهم، اول شيء المريض اوكي، وبنعطيه خلينا نحكي نصائح اوليه انه يحضر حاله مبدئيا. ثاني شيء اهم شيء وزاره الصحه، انتوا بتتصلوا بوزاره الصحه على طول تحكوا لهم طلع عندنا نتيجه ايجابيه؟ طلع عندنا نتيجة إيجابية، وزارة الصحة عندها بروتوكولها الخاص، هل هي يعني تطلع للمريض بفرق التقصي الوبائي تأخذ عينات من المخالطين تحجره منزليا أو يحتاج إلى حجر مؤسسي، هذا يعتمد على بروتوكول. طب دكتور وصلت. طب السؤال، ممكن المريض يتصل فيك ويقول لكم أنا بدي النتيجة بس ديش تحكوا لحدا، هذا ما بتقدروا عليه يعني عشان الناس تفهم أنه لا يا عم هذا إجراء دولي؟ لا لا لا. مش مزح الموضوع يعني؟ لا، هاي موضوع أولا مسؤولية ما بصير. أيوة أخلاقيا ما بصير، لأنه هذا يعني خلينا نحكي يعني أشبهه إنه قنبلة موقوتة، يعني ممكن ينشر المرض لكل الناس اللي حواليه. أحسنت أوكي. أحسنت، فأولا أخلاقيا غير مقبول، ثاني إشي إحنا يعني الهدف إنه المرض مش عيب، يعني هذا المرض مش عيب، يعني صحيح. إنه عادي، هو بالأخير هاي الكورونا فيروس هي عائلة من عائلات الرشح، فتحور جينيا وصار يعمل التهابات في الأجهزة التنفسية. طيب دكتور كل اللي انت حكيته دكتور فهمناه واضح، وانا بدي اشكرك، بس سؤال اخير باعتبار حضرتك يعني انت يعني تخصصك الاحياء الدقيقة والمناعة وخلافه دكتور، عشان احنا ما بنرعب الناس، فيروس كورونا في حال لو صاب حدا يعني فعلا يعني قاتل ولا هو مرض بروح ولا حسب الامراض المزمنة؟ يعني هيك بدي جواب بسطر واحد عشان الناس شوي تهدأ. بسطر واحد، يعتمد على الحالة السريرية للمريض، هل هو عمره عنده امراض مزمنة جهاز المناعي. طب شو المقصود بالاساس امراض المزمنة دكتور؟ المرض المزمنة هي زي بعض امراض الاستقلاب، امراض السكري او امراض المزمنة زي القلب والضغط، وكذلك امراض نقص المناعه، او ناس اللي بياخذوا ادويه مثبطه للمناعه زي ناس اللي زارعين اعضاء او في بعض المرضى
اللي هم ماشيين على الكورس. طب والناس الطبيعيين دكتور بالنسبة لهم شو الفيروس؟ الطبيعيين بعض الناس لا تظهر عليهم أعراض وبنصابوا وبوقفوا مناعة بدون ما يظهر عليهم أعراض، وفي ناس اضطروا إلى أنهم يقعدوا تحت جهاز التنفس الاصطناعي، فهي كل حالة بحالتها. يعني لا يعتمد يعني بقدر كبير لا يعتمد على يعني خلينا نحكي حدية الفيروس، لكن يعتمد على الهوست أو المتلقي أو المريض أو الشخص، هل هو ظروفه هل مناعته كويسة أو عمره كبير أو وهذه الأمور. يعني كل الاحترام كل الاحترام دكتور محمد عبد الله أخصائي طب المختبرات السرية والأحياء الدقيقة والمناعة من مجموعة مختبرات ميجا لاب، شكرا يا دكتور، شكرا جزيلا، يعطيكم العافية. مع الحدث مع طارق حامد على مزاج أحلى إذاعة.